عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احوال جيده ان شاء الله. واليوم نهار جديد وفيديو جديد معايا في قناتي اذواق مريم. كنبغي نشكر كاع الناس اللي تابوناو معايا جداد والقدام، وشكرا على التعاليق الزوينه ديالكم. اليوم غادي نحضر معكم واحد الوصفه اللي كتجي زوينه واللي كنزينوا بها الاطباق المغربيه ديالنا، بحال الكسكسو اولا طويجنات ديالنا، يا باللحم يا بالدجاج. نقدروا نزينوا بها حتى الرفيسه ديالنا، يعني كنزينوا بها جميع الاطباق المغربيه، كتجي رائعه. بالنسبه للتفايه غادي نحتاج ليها، عندي هنايا تقريبا واحد 4 البصلات كبارين شلطتهم على هذا الشكل، هذا قسمتهم على جوج وشلطتهم. عندي هنايا الزبيب، واحد الكميه ديال الزبيب. عندي هنايا في العطريه غادي نحتاج راس معلقه ديال الابزار، عندي هنايا شويه ديال الملحه، عندي الضويمه ديال الزعفران، واللي عنده الزعفران الحر يديرو، انا ما عنديش، قلت غندير غير هاد الضويمه هادي. عندي هنايا سكنجبير، معلقه صغيره سكنجبير. عندي نص كاس ديال السكر سنيده، عندي جوج معالق كبار ديال زيت المائده، عندي معلقه كبيره ديال القرفه، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال السمن. اول حاجه غادي نديروها، غادي نجيب الكوكوط ديالي، غادي ندير ليها، ندير فيها البصله ديالي. غادي نضيف ليها العطريه، معلقه ديال السكنجبير، وغادي نزيد الملح والابزار، وغادي ندير الضويمه ديال الزعفران، وغنزيد ليها جوج معالق كبار ديال الزيت. غادي ندير معلقه ديال السمن، اللي ما عندوش السمن يدير، يقدر يدير الضويمه ديال السمن. دابا كما كتشوفوا معايا ملي درت هاد البصله والعطريه ديالي، غادي نسد عليها، وتقريبا غادي نخليها واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه على عافيه مهيله حتى طيح ليا ديك البصله، ونعاود نحل عليها ونزيد ليها الزبيب كله، معلقه ديال القرفه، ونص كاس ديال سنيده، وغادي نزيد واحد نص كاس ديال الماء. كما كتشوفوا البنات، ها هي البصله يعني دخلها الطياب، يعني طابت نص طيبه كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. دابا غادي نضيف ليها، غادي نضيف ليها نص كاس ديال الماء، غادي نزيد نص كاس ديال سنيده، غادي نزيد معلقه ديال القرفه، وغادي نزيد الزبيب. غادي نخلط الخليط كامل، نخلط كلشي بحال هذا الشكل هذا. وغادي نخليها على عافيه مهيله، وغادي نسد عليها. وتقريبا غادي نخليها تقريبا واحد 15 دقيقه على عافيه مهيله كاع، نحس بها تعسلت وغادي نحيد. كما كتشوفوا البنات، هي البصله بدات كتعسل، دائما نعاونوها بالملعقه الخشبيه باش ما تلصقش لينا. انا عمقى مستمره بحال هكا حتى تكمل التعسل ديالها. كما كتشوفوا ها هي التفايه ديالنا وجدات، كتجي رائعه ومعسله، والمذاق ما نقدرش نقول لكم حتى تجربوها، كتجي روعه روعه يا البنات، كتجي معلكه وزوينه. كما شفتوا الطريقه ديالها سهله بزاف، كما كتشوفوا ماشي صعيبه، سهله. كنتمنى تجربوا الوصفه، وما تنساونيش باللايكات ديالكم، وتابوناو عندي في القناه، وضغطوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. مع السلامه.